عقب اشتباكات عنيفة شهدها لبنان وأحداث دامية وقعت في بيروت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، تشهد العاصمة اللبنانية توترا كبير وهدوءا خذر، فيما فما التفاصيل وكيف يبدو المشهد على الأرض وما هي المؤشرات وهل من تصعيد جديد يلوح بالأفق؟ أهلا بكم في حديث الساعة. إن الباطل كما كان يردد الرئيس بشار الخوري عندما كان محامي. عمل هذا وهو الصفراء والعين عليه حمراء، يالله ارحل يا بيطار. بهذا الصدد تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا ليال خروبي. ليال، مرحبا بك في حديث الساعة. بداية، هدوء أمني أو هدوء شعبي في لبنان خذر وتوتر أمني متصاعد، ليال كيف تبدو الصورة الآن في لبنان بعد أحداث دامية شهدتها بيروت؟ نعم خضر، بعد حوالي 48 ساعة على الأحداث التي هزت منطقة الطيوني في بيروت، يشود الهدوء الحذر العائلات التي كانت قد غادرت منازلها. البعض منها بدأ يعود تدريجيا إلى أماكن سكنه. الجيش اللبناني لا يزال يعني يفرض حضوره في المنطقة ويقيم الحواجز بتعزيزات كبيرة. طبعا يعني استأنفت أو تستمر الأجهزة الأمنية والقضائية بتحقيقاتها، وبحسب المصادر العسكرية تم توقيف حوالي 19 متورطا أو مرتبطا بالأحداث التي حصلت يوم الخميس. طيب ليال، يعني بدأت حرب التصريحات بين الساسة اللبنانيين وإلقاء الاتهامات، يعني حزب الله وحركة أمل وأطراف لبنانية أخرى، هل لا زال هذا التوتر السياسي سيد الموقف في لبنان؟ نعم خبر، ما حصل يوم الخميس وما قبل يوم الخميس من تصعيد سياسي داخل الحكومة اللبنانية من قبل الثنائي الشيعي الذي هدد بالانسحاب من الحكومة، وأيضا الآن هو مقاطع لجلسات الحكومة وهو يشترط بإقالة القاضي طارق البيطار أو إيجاد مخرج ما لإبعاد القاضي طارق البيطار عن هذه القضية، بحسب ما تنقل المصادر الصحفية والإعلامية عن هذا الثنائي الشيعي. لن يتم العودة إلى الحكومة قبل إقالة طارق البيطار، وبالتالي الحكومة اليوم تتعرض لهزة سياسية وأمنية وقضائية كبيرة قد تشل عملها بعد حوالي الشهر فقط من تشكيلها. وبحسب يعني ما رشح عن الصحافة اللبنانية، هناك اتصالات جارية للخروج بإخراج إذا صح التعبير لملف قاضي البيطار وربما تنحيته عن الملف أو تقليص صلاحياته في هذا التحقيق. طيب ما الغرض من وراء هذه المطالبات ليال، من مطالبات يعني تقليل صلاحيات بيطار المحقق العدلي أو يعني إقالته من منصبه أو من المهمة التي كلف بها ليال؟ نعم خبر، أمين عام حزب الله حسن نصر الله كان واضحا جدا في خطابه الأخير، اتهم طارق البيطار بأنه مسيس، بأنه ينفذ أجندة سياسية خارجية هدفها استهداف حزب الله وحلفائه. بعد إصدار يعني مذكرة التوقيف الأولى بحق يوسف سنيانوس وهو وزير أشغال سابق يعني يتبع لتيار المردة حليف حزب الله، وأيضا الادعاء على علي حسن خليل، ومن ثم إصدار مذكرة توقيف بحقه وهو وزير المالية السابق والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري. وبالتالي هذا الاتهام بالتسييس هو واضح، ويعني مثل ما يرشح عن جو الثنائي الشيعي لن يقبلوا بأقل من تنحية البيطار عن هذا الملف. طيب إذا كل طرف كان متهم بتفجير مرفأ بيروت يطالب بتنحية القاضي المكلف بهذا التحقيق أو المحقق العدلي،
فبالتالي لن يصل لبنان إلى نتائجه المرجوة في الكشف عن المتورطين في تفجير مرفأ بيروت. خضر، هناك فعلا مخاوف ويعني نوع من الرهبة لدى أهالي الضحايا، لدى كثير من الناشطين المراقبين الحقوقيين من تمييع هذا التحقيق ومن تطوير هذا التحقيق، فقط لأنه ممنوع المس بالوزراء، ممنوع المس بالصقور السياسيين، وبالتالي فعلا هذا التحقيق اليوم على المحاك. ولكن بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن قاضي التحقيق العدلي يوم أمس بأنه هو ليس عازما على التنحي، ولكن بالمقابل هناك محاولات لإقالته، وهي واضح أنه هي محاولات لم تستكين ولم تقبل المساومة. وبالتالي اليوم اللبنانيون أمام خيارات إما التحقيق وإما الحكومة، إما التحقيق وإما السلم الأهلي والاستقرار الأمني. طيب اليوم مع هذه يعني الأحداث الدامية في بيروت، ربما تراجعت مسيرة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت خطوات إلى الوراء ليال، ما الخيارات المطروحة اليوم أمام لبنان واللبنانيين خصوصا؟ هو يفترض بقاضي التحقيق من بعد ما بطت محكمة التمييز بطلب الرد المقدم من الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المفترض أن القاضي طارق البيطار عاد على رأس هذا الملف، ولكن يوم الاثنين المقبل هو يوم عطلة رسمية وبالتالي لن يمارس أي مهام. اليوم الثلاثاء يكون 19 أكتوبر، هذا التاريخ هو تاريخ مفصلي ومهم لأنه ستعود الحصانات النيابية إلى النواب، لأنه سيبدأ مجلس النواب العقد العادي، وبالتالي هناك نظريتين قانونية يقول أنه يستطيع القاضي طارق البيطار الاستمرار بملاحقة النواب، لأنه هذه الملاحقة بدأت قبل يعني عودة العقد العادي، ونظرية أخرى تقول أن ذلك غير قانوني، وبالتالي الأنظار تتجه إلى عمل المحقق العدلي، كيف سيتعامل مع هذه الفتوى القانونية، هل سيستكمل التحقيقات، سيستكمل الاستدعاءات، سيستكمل مذكرات التوقيف. الأيام المقبلة سوف يعني تكمل الصورة في لبنان على المستوى القضائي بحد. مراسلتنا ليال خروبي، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. من دبي ينضم إلينا الدكتور في القانون الدولي المحامي سلام عبد الصمد. سيد سلام، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. أبدأ معك من الناحية القانونية، مطالبات بإقالة المحقق العدلي عندما تم الاقتراب ربما من كشف بعض ملابسات حادثة تفجير مرفأ بيروت، في حال تمت الإقالة يعني أي قاضي سيتجرأ لإدانة فريق من الفرقاء اللبنانيين؟ في الواقع من دون شك مسألة الإقالة مطروحة، هناك فريق سياسي يطالب بها، ولكن من وجهة نظري القانونية لا يمكن إقالة القاضي البيطار بهذه السهولة. أنا أتمنى أن أقارب الموضوع بشكله القانوني البحث وليس بشكله السياسي أو تبعات هذا القرار على الساحة السياسية في لبنان. طيب، من الناحية القانونية القاضي بيطار تم تعيينه وفقا للأصول، وفقا لآلية معتمدة في القانون اللبناني، وبالتالي إقالة القاضي البيطار يجب أن يسلك الطريق عينه. ثم لماذا تفكير إقالة القاضي البيطار؟ القاضي البيطار هو قاض مرتب محترم حياتي، الجميع يعلم بمناقب يدي، لا يعرف هذا الفريق ولا ينحاز إلى آخر، ويقوم بدوره، ومن كانت لديه مشكلة قانونية أو غير قانونية مع القاضي البيطار فليتبع الأصول والطرق القانونية. فهناك أصول وضعها القانون وهي عديدة، أهم مثلا كما اعتبر أو كما قرر الوزراء، هناك طلب أيضا تنحية القاضي بيطار نقد الدعوة الأسباب المشكوكة، هناك أيضا وأيضا يمكن أن يذهب المدعى عليهم المعنيين إلى القاضي بيطار، يحضرون الجلسة برفقة وكلاء لهم قانونيين ويدافعون عن أنفسهم. لكن التفكير بأن إقالة البيطار يمكن أن تحصل عن طريق الشارع هذا أمر خاطئ جدا، لأن يعني بالضبط بغض النظر أن العملية التي تمت المطالبة بإقالته علينا أن نحترم الطرق القانونية. نعم،
بالضبط يعني سيد سلام، اليوم من له الحق في إقالة القاضي بيطار؟ هم أهالي الضحايا يعني الذين يريدون كشف ملابسات المتسبب أو من المتسبب في إرهاق يعني أو إزهاق أرواح ذويهم حقيقة بهذه العملية أو بهذا التفجير الذي حصل. ولكن اليوم جهات سياسية هي من تحاول تسييس عمل القضاء، من تحاول التحكم بعمل القضاء. سيد سلام، إلى أين سيقودنا هذا المشهد؟ هل سيأتي بنتائج ينصف ضحايا تفجير المرفأ؟ في الواقع بيت القصيد هم أولياء الدم، هم ضحايا تفجير المرفأ كما يعلم جميع. هذا التفجير الذي هز العالم بأسره هي جريمة ضد الإنسانية، تعتبر رابع أكبر جريمة من بعد التفجيرات النووية التي شهدها مع الأسف العالم. فإذا الجميع ذوي الضحايا، الفرحة، المجتمع اللبناني، المجتمع الدولي، الإعلامي بمعرفة الحقيقة، بمعرفة متى أو إلى أين ستصل العدالة، وبالتالي ماذا هذا التفكير السلبي بالعمل على إقالة القاضي البيطار، عوض أن نلجأ إلى دعمه. والجميع يعلم أن المجتمع اللبناني في الداخل والمجتمع الدولي في الخارج بأن يتوقف التحقيق. الموضوع ليس شخصيا يتعلق بالقاضي بيطار بشخصه، إنما نحن أمام السلطة القضائية. السلطة القضائية وفقا للدستور اللبناني ومقدمة الدستور هي السلطة المستقلة كل الاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعليه كل تدخل سياسي أو تشريعي من قبل البرلمان اللبناني أو من قبل الحكومة اللبنانية هو مرفوض. إلا ندخل في المجهول. أولا رأينا ما حصل من يومين في شوارع بيروت، وكنا لا سمح الله أن نذهب إلى حرب أهلية التي رفضها ورفضها اللبناني والمجتمع اللبناني منذ 15 سنة. ثانيا أن يقبل المجتمع اللبناني ولا المجتمع الدولي أقل من الحقيقة، وبالتالي عندئذ نصبح مضطرين للذهاب إلى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. هي مختصة لأن هذه الجريمة نظري هي جريمة ضد الإنسانية، هي جريمة إرهاب تنعقد عليها المحكمة الجنائية الدولية، هي ينعقد اختصاصها، وبالتالي لا مصلحة لأحد إلا بالوصول الحقيقة. يعني بعد هذه الأحداث سيد سلام، بعد هذه الأحداث دخل لبنان، أرجوكم اسمكوا أفضلوا وهي عديدة، قانون أصول المحاكمات الجزائية فتح باب أمام مراجعة القرارات التي أصدرها القاضي البيطار حال التظلم منها يجب سلوكها. أما الدخول بلعبة الشارع فهناك محاذير ويجب الحفاظ على السلم. بعد أحداث بيروت يعني دخل لبنان في مناكفات سياسية، فكيل الاتهامات بدأ هو سيد الموقف في لبنان. إلى أين سيقودنا أو ستقودنا هذه المناكفات السياسية في مسألة التحقيق في تفجير المرفأ من وجهة نظركم سيد سلام؟ من وجهة نظري لن تقودنا مكان صحيح أبدا. العنف يجر العنف والشارع يجر الشارع، ولبنان اختبر كل هذه القوارب وهذه المظاهر منذ عشرات السنين. نعم. ونحن جميعا حريصون على السلم الأهلي، حريصون على أن نعيش في أمان وسلام، لكن لا تعارض بين القضاء وقرارات القضاء وبين السلم الأهلي. لماذا هذا التحريض وهذا التحريض المتابل؟ أنا أتناول الأمور من الناحية القانونية البحث. إذا كان كما قلنا من مأخر على المحقق العدلي فلنسلك الطرق القانونية، ولكن جر الناس إلى أعمال العنف في الشارع يقابل ذلك شارع آخر لا سمح الله يدخل في المجهول. ونحن نطالب الاستقرار الأمني والاقتصاد يا سيد الكريم. نحن لا ينقصنا مشاكل سياسية وأمنية إلى جانب المشاكل التي نعيشها يوميا. فهناك مناطق تعيش وتعيش من دون ماء. هل ستنتقل الأزمة اللبنانية أو أزمة تفجير المرفأ إلى التدويل سيد سلام؟ هل ستنتقل هذه المسألة إلى التدويل؟ يعني مع الأسف يا سيد، هناك البعض مستمر في التشكيك في مصداقية القاضي البيطار وقضائه السلطة القضائية في لبنان، فليس لدى السلطة القضائية أو المجتمع اللبناني
سوى الذهاب إلى القضاء الدولي. أن المحكمة الجنائية الدولية هي معنية بالأساس بالنظر في جريمة مثل تفجير المرأة، لأن هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة رأي. إنما نحن نطالب بأن يكون القضاء الإنساني لجستيس ناسيونال هو المحل حصرا لهذه المسألة، لأن هو الأساس. أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور في القانون الدولي المحامي سلام عبد الصمد، كنت معنا مباشرة من دبي، شكرا جزيلا لك. من بيروت ينضم إلينا دكتور عباس مزهر المفوض للشؤون السياسية لمركز باردم الدولي جنيف. دكتور مرحبا بك في حديث الساعة. يعني أبدأ معك من مسألة إمكانية تدويل قضية تفجير مرفأ بيروت مع هذه المناكفات السياسية التي حدثت مؤخرا في لبنان وهذا التدخل في شؤون القضاء اللبناني. دكتور عباس تحياتي إليك صديقي العزيز. أولا بداية موضوع التدويل، نعم هو مخطط أمريكي، ليس فقط تدويل التحقيق في مرفأ بيروت، هناك مسعى أمريكي لتدويل السلم في لبنان ولتدوين الأمن الأمن اللبناني، وليس فقط تدويل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم افتعلت كل هذه الأزمات وأوعزت إلى أدواتها خاصة القوات اللبنانية إلى افتعال هذه الأزمة لجر حزب الله إلى مواجهة داخلية وإلى اقتتال داخلي، وبالتالي يعني تطالب أمريكا بعد ذلك بتدويل السلم اللبناني والأمن اللبناني وإدخال قوات أجنبية من شأنها أن يعني تقطع أوصال المقاومة. كما استغلت أمريكا أو أوجدت ذريعة أسلحة الدمار الشامل لغزو العراق، وكما أخذت أحداث 11 أيلول ذريعة لغزو أفغانستان، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتخذ من انفجار مرفأ بيروت ذريعة لشن حربها على المقاومة وتصفية المقاومة، لذلك هي أوعزت إلى أدواتها. نعم سيدي العزيز طارق البطار لماذا اجتمع عدة مرات مع مسؤولين في السفارة الأمريكية وزاروه عدة مرات؟ لماذا هذا الاجتماع؟ لماذا يجتمع مع المسؤول الأمني للسفارة البريطانية؟ لماذا يعني هو محقق عدلي دكتور عباس، هو محقق عدلي، من المفترض أن يبحث عن أدلة، يبحث عن إدانات، يبحث عن أي شيء يخدمه في قضية التحقيق الذي يقوم بها. يعني هل مطالبة إقالة بيطار تتم بهذه الطريقة التي شهدتها بيروت بقذائف الار بي جي وبالسلاح الثقيل دكتور عباس؟ حزب الله وحركة أمل الثنائي الشيعي نزلا إلى الشارع ليعبرا بشكل حضاري، هذه مظاهرة سلمية. يعني إن كنتم قد طيب هناك في الإعلام تشويه لهذا الحدث يظهر كأن حزب الله وحركة أمل هم الذين أو هما يعني أو عناصرهم هم التي أطلقت النار. الحقيقة أن كل الشهداء ينتمون إلى حركة أمل وحزب الله. إطلاق النار كان من جهة واحدة، كان كمينا وليس اشتباكات، هذا مدعاة يعني لهذا كذب وهذا افتراء وهذا ما تروج له أمريكا وأدواتها وإعلامها والإعلام الذي يعمل في خدمة مشروع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم خرج بعض الشبان عندما تعرضوا لإطلاق النار، حملوا بعض الأسلحة ولكن لم يتم إطلاق النار أو قتل أي شخص من القوات اللبنانية. اليوم مطلقو النار معروفون بالأسماء وبأرقام السيارات، وهذا يعني أنا أقول نقطة هامة هنا، إن كان يشعر القوات اللبنانية بأنهم حققوا انتصارا هذه هزيمة كبرى لهم. الانتصار الحقيقي هو الانتصار الأمني الذي حققه حزب الله عندما أعلن عن أسماء القتلة وأرقام مركباتهم الآلية وسياراتهم وأبنائهم والمشاركين معهم. هذا هو الانتصار الحقيقي، ورغم ذلك المقاومة تعرف أين أوكارهم، ولكن وعي المقاومة وحكمتها جعلها لا تنجر إلى الفخ الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية. تريد زعزعة الاستقرار الداخلي. لماذا تطالب؟ لماذا يطالب مثلا حزب الله أو الثنائي الشيعي دكتور عباس كما تفضلت حضرتك، لماذا يطالب بإقالة المحقق العدلي علما أنه يقوم بمهامه في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يعني ويبحث عن يعني إدانة المتورطين دكتور عباس؟ إن كان هناك تشكيك ربما يتم اللجوء إلى القضاء، يتم اللجوء بطرق سياسية أخرى
يعني اليوم الشارع اللبناني محتقن جدا، ويعني ذوي الضحايا هم يعني لا يتحملون أعباء إضافية أو لا يتحملون ردود فعل سلبية، سواء كانت بمظاهرة سلمية أو غير سلمية. الثنائي الشيعي بدراية وحكمة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وسيد المقاومة السيد حسن نصر الله، نعم يريدان إقصاء طارق البيطار عن هذا التحقيق. لماذا؟ لأنه لا يقوم بدوره القضاء العادل. هناك تسييس للقضاء ولهذا الملف بالتحديد. طارق البيطار يجتمع دائما مع المسؤولين الأمريكيين، واجتمع مؤخرا أيضا عدة مرات مع وليد البخاري سفير المملكة العربية السعودية ليتحدثا تحديدا بموضوع الانفجار. المؤشرات كلها وتلفيق شهود الزور الذي يقوم به طارق البيطار ومن حوله يسعى إلى اتهام حزب الله بتفجير مرفأ بيروت ليبرز أن حزب الله يقتل المسيحيين، وبذلك تتحقق الفتنة الداخلية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية كرمة لعيون إسرائيل وضمان أمن إسرائيل. يريدون إلهاء المقاومة بحرب داخلية مع الأفرقاء اللبنانيين مع الجيش اللبناني، وبالتالي يستتب أمن إسرائيل وتتحقق القوة لإسرائيل. مطلب الثنائي الشيعي هو مطلب كان حقوقي وإنساني، هم طلبوا الشفافية. يا صديقي، هناك إخفاء، طارق البيطار يخفي نتائج التحقيق، لا يتعاون مع الحكومة ولا يتعاون مع القوى الوطنية. هذا الرجل تحول إلى ديتليف ميلس آخر، والثنائي الشيعي لم يرضوا بطارق ميلس أن يقوم بهذا التزوير وبهذا التصرف الذي يتنافى مع أخلاقيات القضاء اللبناني. أنا أعتقد نعم المعركة القادمة هي معركة سياسية. هذا ما كنت أود الإشارة إليه دكتور عباس. لبنان إلى أين مع هذه المناكبة؟ نعم، بعد كمين الطيوني الغادر الذي قامت به القوات اللبنانية بأمر مباشر من سمير جعجع الذي تلقى أوامره مباشرة من دوروثي شيا من السفيرة الأمريكية في بيروت لإحداث هذا الخلل الخطير في الأمن اللبناني والسلم الأهلي. إذن بعد هذا الحدث نعم هناك حرب سياسية. المقاومة بوعيها أوقفت الحرب الأهلية ولم تنجر إلى الشارع، ولكن هذا لا يعني أن الأمور ستمر مرور الكرام. هناك حرب سياسية قادمة. مطلب الثنائي الشيعي سوف يكون بإقصاء طارق البيطار أكثر قوة وأكثر تشبثا بالقرار، لأنه يعني حتى لا أعتقد أن الثنائي الشيعي سيرضى بأي تسوية مع طارق البيطار، لأنه يتحمل جريرة الدم الذي سال في الشارع. على المستوى الأمني أنا أعتقد بأن وعي المقاومة ووعي قيادة الجيش سيجعلان الأمن مستتبا ولن تتحقق مخططات الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة إلى القتلة وهذا ما شددت عليه المقاومة وشدد عليه السيد هاشم صفي الدين وقيادات المقاومة، الاقتصاص من القتلة، وهذا ما أكدته أيضا قيادة حركة أمل. القتلة معروفون بالأسماء، معروفون خلفياتهم، هؤلاء لهم تاريخ طويل في الإجرام وفي الحرب اللبنانية، وأرادوا أن يجروا لبنان إلى الفتنة وإلى الاقتتال الداخلي. الدكتور عباس مزهر، مفوض الشؤون السياسية لمركز باردم الدولي، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا، وفي ملفنا الثاني، يعيش السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية كابوس الاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية بمختلف تصنيفاتها، رغم مصاعب الحياة في ظل بلد أنهكته الحرب المندلعة منذ أكثر من 10 سنوات. فإلى أين تتجه الأمور على الأرض؟ وهل عاودت الحكومة السورية تجديد قبضتها الأمنية على المدنيين؟ وما المستقبل الذي ينتظر من تبقى في البلاد ولم يلجأ للهجرة أو النزوح عن مناطق سيطرة الحكومة؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا.
عمر 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 ينضم إلينا من كامبيرا الأسترالية الباحث بمركز السياسات الأستاذ سامي عقيل. أستاذ سامي مرحبا بك. أبدأ معك من هذه الاعتقالات التعسفية من قبل الحكومة السورية بحق مدنيين سوريين في مناطق سيطرتها تزداد وتيرتها يوما بعد يوم. كيف ستنعكس هذه الاعتقالات وهذه السياسات المتبعة من قبل الحكومة السورية على الواقع المعيشي، على إمكانية عودة اللاجئين التي تدعو إليها الحكومة السورية مرارا وتكرارا؟ أستاذ سامي. نعم، بالوضع حاليا يعني يتدهور مثل ما تفضلت وقلت، الاعتقالات تزداد كل يوم، والواقع أن هناك تدهور معيشي واضح في المناطق سيطرة النظام، ونلاحظ آخر أيام أن هناك موجة ثالثة من اللاجئين الذين يرغبون مغادرة سوريا، والدليل على ذلك أن هناك طوابير طويلة في مراكز الهجرة والجوازات برغبة المواطنين السوريين باستخراج الجواز السفر ومغادرة سوريا. وبنفس الوقت هناك أنباء أن في الشهر الماضي في سبتمبر ما يقارب 25,000 شخص غادروا المناطق سيطرة النظام متجهين إلى أوروبا ومصر ودول الخليج. فالوضع الاقتصادي والوضع المعيشي هما الأمران الدافعان الأساسيان بهذا الأمر، وبالإضافة إلى حملات الاعتقال بسبب التجنيد. فهذا يؤدي إلى تدهور المستوى المعيشي بأكثر، و بدنا نشاهد أن هناك هجرة الأدمغة أصبحت واضحة وتؤثر على رغبة المواطنين السوريين بالبقاء. يعني 500 مدني من أبناء محافظة حلب تم اعتقالهم سيد سامي، هل ستدفع موجة الاعتقالات هذه العديد من السوريين إلى الهجرة خارج سوريا أو النزوح إلى مناطق خارج مناطق سيطرة الحكومة السورية سيد سامي حفاظا على أمنهم؟ هذا بخلاف الأوضاع الاقتصادية كما تفضلت حضرتك، الأوضاع الاقتصادية المتردية والتجنيد الإجباري وغيره من الأمور التي تمنع النازحين أو المهجرين من العودة إلى مناطقهم.
نعم هلا يعني بالواقع ان من يصح له فرصه مغادره سوريا بشكل كامل فسوف ياخذ هذه الفرصه. قد يكون ان الوضع في مناطق السيطره المختلفه ان كانت مناطق سيطره قوات سوريا الديمقراطيه او الجيش الوطني قد يكون فيها الوضع الاقتصادي الى حد ما افضل والوضع الامني الى حد ما افضل ايضا حسب خلفيتك الأمنية وحسب توجهاتك السياسية، ولكن بشكل عام إن كل المناطق في سوريا حاليا تعاني من 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 تدهور أمني وتدهور اقتصادي، فبذلك من يذهب إلى مناطق لنفترض شرق الفرات أو مناطق الجيش الوطني فهي فقط مرحلة مؤقتة ويرغب بالأخير المغادرة سوريا بشكل كامل. ليس هناك رغبة دائمة بالبقاء من بمناطق مختلفة حاليا. طيب سيد سامي، يعني التقارير حقوقية عديدة تحدثت بأن الغرض من وراء عمليات الاعتقال هي إما التعاون مع جهات خارجية بحسب وصف الحكومة السورية أو التجنيد الإجباري، أما الغرض الحقيقي من عمليات هذه العمليات هو ربما تحقيق إتاوات أو مبالغ مادية من ذوي المعتقلين للكشف عن مصيرهم أو لإخراجهم أو ما شابه ذلك. يعني هذا علاوة على الوضع الاقتصادي المتردي، إلى أين تسير الأوضاع في هذه المناطق، مناطق سيطرة الحكومة أستاذ سامي؟ والله يعني بصراحة اعتقادي أن السببين هما سببان رئيسان. يعني من ناحية يريدون استخراج البدلة العسكرية لمن يستطيع دفع بدل العسكري بالدولار، ومن الناحية الأخرى هي أسلوب طمع بالأخير وينعكس سلبيا. فإذا تم اعتقال أحد الأفراد من الأسرة فبالطبع يا أما سوف تحاول الأسرة باستخراجه أو دفع البدل أو محاولة مغادرة سوريا بشكل كامل. طيب أستاذ سامي، يعني إلى أين تتجه الأمور من وجهة نظركم في حال استمرت الحكومة السورية بهذه الإجراءات التعسفية، وأين الجانب الروسي الذي يدعو اللاجئين إلى العودة إلى سوريا سيد سامي؟ بالحقيقة هم الحكومة السورية والإدارة الروسية يريدون عودة اللاجئين فقط على الورق، وحتى يقولون أن الوضع الأمني قد تحسن، ولكن في الواقع هم لا يريدون عودة اللاجئين. هم يريدون عودة اللاجئين فقط الذين لهم القدرة المادية بإعادة إنعاش الاقتصاد السوري، ولكن لا يريدون اللاجئين العودة لكي الذين لا يملكون الدولارات والعملة الصلبة. فهذا فقط كلام للمجتمع الدولي، أننا جاهزون بإعادة اللاجئين وقادرون على إعادة إعمار البلد وإلى آخره، ولكن الواقع هو أن الحكومة السورية لا ليس لها رغبة بإعادة اللاجئين، ولم تقم بأي وسائل جدية إن كانت في مجال إعادة الإعمار أو مجال التنمية الاقتصادية والتنمية المعيشية، وهو بالأخير ليس لهم القدرة. فلا أتوقع أن هناك أي رغبة جدية من الطرفين بإعادة اللاجئين. من كامبيرا الأسترالية الباحث بمركز السياسات الأستاذ سامي عقيل، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة. من هانوفر ينضم إلينا رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري السيد سامر كعكرلي. سيد سامر، من يتابع هذه المشاهد التعذيبية والاعتقالات التعسفية من سوريين مهاجرين خارج سوريا، كيف له أن يعود إلى البلاد كما تدعو الحكومة السورية والجانب الروسي؟ سيد سامر تحياتي سيدي الكريم لك للسادة المشاهدين ولضيفك. أول شيء أنا أختلف مع ضيفك بجزئية بأن النظام، أتفق معه بأن النظام لا يريد عودة اللاجئين، أو بالأحرى مثل ما قال يريد عودة اللاجئين ذوات الثروة، لأنه صرح بشار الأسد المجرم بشار الأسد بأنه هو سوف يخلق سوريا المفيدة. أما روسيا لا، روسيا لها وضع آخر. طبعا هي وجهة نظر إيران والنظام،
بعدم عودة اللاجئين. أما روسيا لا، لأنه تعرف روسيا بأنه الاستفادة من الكعكة السورية واللي هي متوسلة بإعادة الأعمار لن يتم إلا بإعادة اللاجئين، لن يتم إلا بإعادة اللاجئين، لأنه أوروبا ودول الخليج اللي هن أكثر أطراف سوف تدعم عملية إعادة الأعمار حاطة شرط لن نبدأ بإعادة الأعمار إلا بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين عن طريق تطبيق 254. هلأ بالنسبة لسؤالك، نعم النظام يعني حملة الاعتقالات اللي عم تمشي بحلب وبباقي يعني حتى بمناطق التسويات بدرعا وبحمص وبكل المناطق حقيقة تثبت بأنه النظام بعد 10 سنين لم يتعلم الدرس، ما زالت عقليته الأمنية هي اللي متسيدة الموقف، ما زالت ضباط أفرع الأمن رؤساء أفرع الأمن هم صاحبين القرار في موضوع الموضوع الأمني. لذلك مثل ما قلت بالجواب لسؤالك، النظام وإيران لا يهمهم أن يتلقى المشاهد السوري اللاجئ السوري في خارج سوريا أي فكرة عن هذا الموضوع، لأنه بالأساس غير راغبين بعودته. طيب إلى أين تتجه الأمور أستاذ سامر من وجهة نظركم في استمرار عمليات الاعتقال التعسفي وفرض الإتاوات وفرض مبالغ مالية لذوي المعتقلين للكشف عن مصيرهم أو لإخراجهم أو ما شابه كما تحدثت تقارير حقوقية؟ يعني اليوم هجرة رؤوس الأموال من سوريا يعني طوابير أصبحت على استخراج جواز السفر والتأشيرات والمطارات أستاذ سامر، ولا يخفى هذا الأمر على أحد، وأيضا هناك نزوح داخلي إلى مناطق سيطرة يعني الفصائل المسلحة التابعة لتركيا أو إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هربا من هذه الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية المتردية. سيد سامر حقيقة برافو عليك، نوهت لنقطة كتير كتير مهمة بأنه الاعتقالات اللي جارية الآن 90% يعني أنا بعزيها 90% لموضوع الأتوات اللي ذكرته حضرتك أكثر من موضوع الأمني، لأنه نتيجة إفلاس النظام السوري وإفلاس خزينته وتدهور الاقتصاد لم يعد عند النظام قدرة لدفع رواتب ومستحقات شبيحته ولجان دفاع الوطني. لذلك فتح لهم الباب واسعا على مصراعيه ليبتزوا المواطنين السوريين عن طريق مثل ما تفضلت حضرتك بموضوع الأتوات. هلأ ناهيك عن موضوع رجال الأعمال، في من 15 يوم أو من 20 يوم إجا لواحد حلبي نسيت اسمه جيتو جلطة لما فرضوا عليه أتوات أكثر من معمله. هذا الحديث حقيقة هو عجز النظام على تأمين مستلزمات شبيحته ولجان الدفاع الوطني أكثر من موضوع الأمني. يعني فتح باب لشبيحته ولجان الأمن حتى بيدب مثل ما بيقولوا بالعامي خيو بيدبروا حالهم لحاله من دهنه سئيله لأنه ما معهم هذيك اللاية. طبعا بعد ما انتهت مواضيع التعفيش والتي جرت في المناطق المدمرة والتي شكلوا ثروات حيلة، أنا حقيقة امبارح سألت سؤال لأهلنا بسوريا، قلت لهم عم اسأل عن سلعة معينة، تفاجأت بسارة قلت لهم إنه في عالم عم تشتري يعني بهالسعر الهائل حقيقة في ناس عم تشتري، قال لي العالم طوابير، قلت له من وين؟ قال لي تجار حرب، تجار أمراء الحرب المشاركين بالتعفيش وبالأتوات و ما زال هذا الموضوع موجود بسوريا وكل ما يزداد نتيجة إفلاس النظام. وحقيقة نقطة كتير مهمة، ما في أفق بالمستقبل، لذلك بنرجع لحديثك موضوع النزوح والهجرة، ما في أفق بالمستقبل لتحسين أي وضع اقتصادي، ما زال النظام مستمر بالحل العسكري الأمني. لو في أفق تقعد العالم اللي عالم ما طلعت من 10 سنين بتضل يعني إذا إنه بعد سنة بعد سنتين رح تخلص الأمور، ولكن ما في أي أمل مستقبلي مع هذا النظام. نعم سيدي. طيب يعني اليوم أكثر من 70-80% من الشعب السوري، لا نتحدث عن أمراء الحرب أو تجار الحرب أو ما شابه، الذين بمعظمهم أيضا خرجوا خارج سوريا، ولكن يعني نتحدث عن المدنيين السوريين الذين لا يملكون قوت يومهم كما يقال، إن لم يتمكنوا من تلبية هذه المبالغ الطائلة لمعرفة ذويهم، ما المصير الذي ينتظرهم أستاذ سامر؟
يعني هذا السؤال بيرسم النظام السوري حقيقة. هذا سؤال يعني ما بعرف جوابه، ولكن فعلا أنا مواطن سوري مدني ما لي علاقة، يعني كنا نسميه رماديين، لا لي علاقة لا بالثورة ولا بالحرب، وعايش بشغلي ورا عمي. طيب انطلب مني هالمبالغ، بدي ساوي شو؟ بدي ينجل تموت مثل ما مات ذاك، ما في حل. منين تجيب هالمبالغ الطائلة والاستخبار اللي عم تجينا انه يا بتدفع يا تعتقل او تموت مثل ما تفضلت. فعلا يعني شو الحل؟ الحل الهجرة. طيب اللي عم عنده قدرة الهجرة، يعني وانت بتعرف سيدي الكريم والسادة المشاهدين بيعرفوا بانه ليس كل من يرغب بالهجرة، والله اذا بتفتح اوروبا حدودها للشعب السوري كله يطلع، ولكن حقيقة الهجرة مو بالصح لمين ما كان، يعني للأسف الشديد. فلذلك الجواب ما بعرف جواب سؤالك، مثل يعني مثل ما اتفق انا وياك، يا الموت يا سجن، ما في حل ثاني، أنه النظام الأمني لن يتراجع عن سيد سامر. المجتمع الدولي، منظمات معنية بحقوق الإنسان، الدول الفاعلة في الملف السوري، أين تقف من هذه التجاوزات أو هذه التحركات من قبل الحكومة السورية وقبضتها الأمنية؟ ما بدي أنا أعمل مثل ما بيعملوا لي أنه أضع اللوم على المجتمع الدولي، أنا بدي أضع اللوم على معارضتنا حقيقة. المجتمع الدولي يعني لو لقى معارضة، ألو؟ نعم سيد سامر تفضل. لو لقى معارضة حقيقة وقفت بوجه هذا النظام، ولكن للأسف الشديد الإسلام السياسي متوسل بإقواء المسلمين تصدر المشهد. لم يجد المجتمع الدولي شريك حقيقي لمعارضة. المجتمع الدولي حقيقة بالأخير، يعني نحن بنعرف السياسيين بنعرف بأنه موضوع مصالح دول، يعني لا يعني المجتمع الدولي عذابات وألام الشعب السوري، إنه يعني مصالحه نحن حقيقة. الله بلانا صحيح بنظام قاتل، لكن بلانا الله بمعارضة وهنان التي صدروا المشهد السوري، هي لا تقل سوءا. يعني ما بدي ساويها بإجرام النظام، لا، ما النظام ما حدا وصل لإجرامه، ولكن المجتمع الدولي لم يجد شريك حقيقي بسوريا. وعلى فكرة يعني أنا بدي أذكر تصريح باخوس، نزار باخوس، منزير باخوس، لما سألوا الصحفي الفرنسي هل قادر المعارضة أن تستلم حكم سقط أسد، يعني على قناة الفرنسية بيقول لا. طيب المجتمع الدولي شو بده يساوي بهذه الحالة؟ موضوع حقوق الإنسان والحريات هذه الحكومات المجتمع الدولي بيناقشها بمجتمعاته، أما لا تصدق في ديمقراطية ما بين الشعوب وما بين الدول، الدول تعمل وفق مصالحها. سيد أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سامر كعكرلي، رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري، كنت معنا مباشرة من هانوفر، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام حديثنا لهذه الساعة، أنا أشكركم ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، ولمواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني اليوم تي في دوت نت. إلى اللقاء.